للروابط؟ توصيل الأجهزة كيفاش توصل؟ مثلا السخانات وميترا وعشرة وحدة المدفأة على الغاز. هذه الشرارة مع وجود الهواء. الحملة التحسيسية التوعوية جاءت من أجل إعطاء نصائح وإرشادات وقائية للمواطنين من أجل تفادي الاختناق والتسمم بهذا الغاز اللي هو غاز أحادي أكسيد الكربون ولا الغاز الصامت. وهذا نظير للأرقام اللي سجلتها مصالح المهن المدنية خلال سنة 2022 لولاية ورقلة، بحيث سجلنا تدخل في آخر سنة 2022. التدخل هذا تم فيه تسجيل 5 وفيات من عائلة واحدة. من هذا المنبر نعطي نصائح وإرشادات وقائية للمواطنين، وهذا بتوفير أجهزة مطابقة من أجل عدم الإصابة بهذه الاختناقات، كذلك توفير التهوية، وفي حالة وجود أي أخطار الرجاء الاتصال بمصالح المهن المدنية على الرقم 14 أو الرقم 10 21. حاولنا أن نشارك اليوم في هذا اليوم التنظيمي التحسيسي الوقائي من مخاطر الاستعمال السيء للغاز. قدمنا بعض النصائح والإرشادات للمواطنين والمستعملين لمحطة ترامواي بورقلة، قدمنا كذلك بعض الأجهزة التي المعمول بها في الميدان للكشف عن تسربات الغاز وكذلك مخفضات الضغط.